ما هو الركن الثاني من أركان الإيمان؟ نعم، الركن الثاني من أركان الإيمان ما هو؟ نعم، الإيمان. اشرح يا رجل. هلتنياو يا إيمان مسراتو ما نينيونو عندنياو تنقروا ما نينيونو. نعم، الإيمان بالملائكة عليهم السلام. بملائكة واش مامن. كيف نؤمن بالملائكة عليهم السلام؟ بملائكة مامن مالات انديت عرقمنا ومن قلصه. نؤمن بأنهم عالم غيبي. لنا منا وإن السوء يهونوا عالمنا التوقين يكروك هنياك تبتك بأما نقنياتو. يعني لا نراهم. عناتو. ليس معنى هذا أنهم يعلمون الغيب. لا. لا يعلم الغيب إلا الله. على ما الغيب سبال الناس أروقنا قالوا ما لا تعلم كنيك يا إرامنا تشوك هاسات ما لا تنجي الناس عاقو. ارفع رجليك لا أحد يمد رجليك. نعم، خلقهم الله من نور. الله كبرهان فطروا تشوال. يطيعون الله ولا يعصونه. الله أني جزالو هاي ونجلو. لهم أرواح. روح الله تشوال. روح القدس الدليل أجساد. أروح نطوه يا هنا أروح اللاتشو أكال اللاتشو. لهم أجساد. لنسو أكال اللاتشو. لهم عقول. لنسو أمر اللاتشو. لهم قلوب. لنسو لبنا أمر اللاتشو. حتى إذا فزع عن قلوبهم. ما سجى. يعني زال عنهم الخوف. هنسو كالباتشو فرهاتو سيوجد يا لو ما سجى. نؤمن بكل الملائكة عليهم السلام. بملائكة بتقلوا بمن لا ملائكة وشنا من الله. وبمعلمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم. الله سمعتهم ترتوا بنقرن من ملائكة وشنا من الله. كجبريل. جبريل نمسل. وميكائيل. ميكائيل نمسل. وإسرافيل. إسرائيل نمسل عليهم السلام. بالنس لي الله سبحانه وتعالى سلام اسفن باته. وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أعمالهم كجبريل عليه السلام موكل بالوحي. ياندان داتو يسرى درشات شونم جبريل نمسل بوحين جاورد بنباياتو شلاي بتوكلو. شيل هذا الجوال قرب علينا. وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من صفاتهم ينس البهريات وجه الله ينقرنن انديها ولنا منه. مثل لا يعصون الله ما أمرهم. اللهان عيوان الجلوم كاذا ذاتو بمقاس يا ذاتهم. والأخبار التي جاءت عنهم سلا الناس ومتاهنه الله ورئينا من الله. هذا الإيمان بالملائكة عليهم السلام. بملائكة ما من مالتهين يكتت. مرة أخرى. ليلة دمو. عالم غيبي. عالم ناتشو هنيا يراقوهم. خلقهم الله من نور. كبرهان يفتراتشوهم. يطيعون الله ولا يعصونه. الله نمتاززوا يما أمتو. لهم أرواح. روحي اللاتشو. وأجساد. أكالي الله وعقول أمره الله وقلوب لبوناي الله نؤمن بهم بالنسونا من اللان. وبمعلمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم سمعت شونا الله ذرذروين الجرن وصفاتهم بهاريات شونا وأعمالهم سراد رسل الله والأخبار التي جاءت عنهم سلنسوا متاونم باتك عليه.